أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية الكويت اليوم حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إليها. وأوضحت أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تتولى إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفقا لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية. وأشارت الوزارة إلى أنه لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصى 24 ساعة من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.